بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر. تساووا جميعا فما مغبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس قد مضوا أما لك فيما مضى معتبر. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة ومن هذه الرحاب الطيبة والتي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، عائلات أبو هبش، في ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم عم الحج صابر أبو هبش. وقد حضر الجميع هنا مشاركة لجميع عائلات أبو هبش وأقاربهم وأنسابهم. ندعو المولى عز وجل أن يجعل ثواب كل ما يقرأ في هذه الليلة في ميزان حسنات الفقيد الراحل. إخوة الإيمان والإسلام، وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم، قد استضفنا لكم في هذه الليلة أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وأمير النغم وملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، القارئ الذي شرف مصر في المحافل الدولية، ابن محافظة الغربية والمقيم بمدينة القاهرة. أيضا معنا في هذه الليلة ذلكم العالم القرآني ونقيب محافظة كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق. أيضا معنا في هذه الليلة ذلكم العالم القرآني والنجم الساطع في سماء قراء جمهورية مصر العربية ومحافظة كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والقارئ الذي شرف مصر في المحافل الدولية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت
فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع ساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي
وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. ساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت لرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا.
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت يا أخت هارون رضي الله عنه وارضاه لسه لنا فينا نفع من ذلك يا أخت هارون ما كان أبوك وما كانت أمك بغيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأشارت إليه فأشارت إليه الله أكبر رضي الله عنه وأرضاه نعم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد صدق الله العظيم.
فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله وجعلني مباركا وجعلني مباركا مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا
سخريا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
صدق الله العظيم. وهكذا يا اخوتي اخوتي الايمان والاسلام، عشنا مع هذه النفحات الطيبه المباركه، ومن ذا يمكن ينكر النفحات هذه وقد اوضحها ربي جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. وكذا إخوتنا إخوتنا من الإسلام، قد شرفنا بالتلاوة ذلكم العلم القرآني. وكذا إخوتنا إخوتنا من الإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق أمير النغم وملك المقامات، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والقارئ الذي شرف مصر في المحافل الدولية، القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. نقلة وزيعة على مسامح حضرتكم من إحدى وحدات